الدارك سايد كثير، والذي سيقوم الآن بإلقاء التوبكس على هذا الموضوع الأستاذ الدكتور إبراهيم الحمدي، استشاري الطب وجراحة المياه الزرقاء، المدير الفني لمستشفى مغربي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الدكتور إياد طبعا الجزيرة والخليج على المحاضرة هذه وتنظيمها. نشكر الدكتور محفوظ والدكتور طبعا صاحب الفكرة والمحاضرة اليوم الدكتور محمد الحميري واللجنة المنظمة والحاضرين والمحاضرين. طبعا في مثل في مصر بيقول هذا جاي يرمي كرسي في الكلوب، هذا في عرس ويجي واحد يخرب العرس، يرجم كرسي في الكلوب يخرب فيقوم يتضاربوا ويتخرب العرس. فأنا مش جاي أخرب، أنا جاي أدي شوية إيش complications حق أي عملية يعني موجودة سواء كانت في العيون أو غيرها. فنبدأ إن شاء الله. طبعا أنا رسالتي طبعا كلمت الدكتورة ياسمين كانت عن الـ evaluation of أحمد فالف، فجلست يمكن 3 سنين ونص مع أحمد فالف، يعني أتابع الحالات لمدة 3 سنوات ونص. عملنا حالات كثيرة مع المشرفين تبعي، وطبعا الذي درس في مصر عارف القصر العيني 6 أقسام وغير أبو الريش، فكانوا كلهم يحولوا الحالات لأحمد فالف لعندي بصفتي يعني عشان بعمل الرسالة يعني. فعشت معاها سنين يعني أحمد فالف هذه، وللأسف كانت النتائج مش يعني كثير، يعني 60% فيلير تقريبا. بس أولا لأنه كان في البيدياتريك وهذا وارد، وهذيك الأيام كانت لا زالت تصنع من البي ام ام اي، ما كانش قد عملوا السيليكون. السيليكون حسن الأمور كثير. فبسم الله نبدا. طبعا الدكتوره ياسمين اخذت نص المحاضره حقي، يعني قالت اغلب الكومبليكيشنز، احنا هنمشي عليها سريعا برضو نذكرها عشان نحاول نمنعها. كمان نقطه صغيره، الليرنينج كيرف مش صعب، يعني اي واحد سكيلد بيشتغل ترابيكليكتومي كويس، واحد يشرف عليه فتره هيلاقي الامور بسيطه، يعني ما حد يخاف من احمد فالف او غيرها يعني في الفالفات. ونبدا ان شاء الله. يمين هذا يمين انتروداكشن، طبعا الاغلب قد اتكلم عليه، يعني امبلانتيشن احمد فالف افكتيف في سيرجيكال تكنيك تو ريديوس انتراكولار بريشر ان بيشنتس افكتد بجلوكوما. الامبلانتيشن كان بي تشالنجينج فور ذا سيرجن سبيشلي ان بيشنتس هو اوريدي اندر وانت بريفيس مالتيبل سيرجيز. اي واحد بيعمل ترابي حتى وقد اتعمل ترابي من قبل او اتعمل في نفس السايت كاتراك بيلاقي صعوبه طبعا مع الفيبروز. Although a valve mechanism embedded في الأحمد valve decrease the risk of post-operative hypotony related complications, it does not avoid the need of a careful follow-up to detect complications related to this type of surgery. Many risk factors described في الجلوكوما development والprogression، عارفين الـ intraocular pressure والـ age والـ genetic predisposition والـ vascular parameters، لكن الكل لازم يعرف أنه الـ intraocular pressure هو الـ main stray يعني أو الـ only significantly demonstrated method to slow the progression of the disease. ال pressure reduction is in glaucoma patients can be achieved by medical and laser and surgical. The medical generally the first step عشان نخفف ال rate of side effects، لكن لو ما نفعش على طول لازم نوصل لل target pressure حق ال patient، نعمل الليزر أو ندخل على surgery. طبعا أحمد valve complications في ال early وال intermediate وال late، احنا هنمشي عليهم مش لازم نقول عشان الوقت. الهايبوتوني هو أهم حاجة، طبعا ال valve mechanism أصلا designed عشان يعمل يتغلق ما بين الثمانية والاثنى عشر، وهذا لذلك سموه فالف. فالايم بريفنتنج البوست اوبريتيف هايبوتوني الاوينج الايكوسيومر درينج وين انتروكل بريشر رينج من 8 الى 12 ملم مركري. ستاديز ديمونستريتد الميكانيزم از افكتيف ان ريديوسينج بات نوت ابوليشنج، يعني مهما عملت برضه هيحصل لك ممكن اي هايبوتوني بوست اوبريتيف ان كومباريزن وذ اذر نون فالف امبلانتس. The reason of the hypotony is not completely clear. الاتنشن ممكن يكون نتيجة الأوفر برايم للتيوب، طبعا التيوب زي ما قال الدكتور محمد الحميري لازم نعمل له برايمينج نتأكد ما فيش أي شوائب أو شيء. And not excessively manipulate the valve housing، كمان في ناس بتزود الهاوسينج أو البوكيت عشان نطرح الفالف، as these actions could damage the valve mechanism. الامبورتنس برضو في utilization of the 22 أو 23 gauge needle، لما بتكبر طبعا ممكن يحصل اجريشن للانتيريور للايكوسيومر بيعمل هايبوتوني. When creation of the sclerotomy in order to avoid the egress of the ecosystem around the silicon tube. In addition طبعا السيليري بودي مهم جدا في حالات كثيره يحصل لها او مش كثير يعني بنشوف السيليري بودي شت داون، السيليري بودي فانكشن may fail or decrease after surgery in complicated eyes in which glaucoma drainage implants are used. Besides the persistent or long term hypotony في transient hypotony في immediate post operatory
frequently described after the valve implantation. الكوريدال فيوجن طبعا يحصل في التريبيكليكتومي. كثير مننا يعمل تريبيكليكتومي يحصل هايبوتوني يلاقي عندك كوريدال فيوجن، لكن الكويس انه اغلب الحالات بيحصل لها ريزولفيشن ريزولفز سبونتينيوسلي as soon as encapsulation of the plate increased outflow resistance. حتى في التراب العاديه لو تتابع الكوريدال فيوجن او كوريدال اتاتشمنت فتره وتدي الاسترويدز على طول ان شاء الله ريزولف، لكن لو حصل انه ما ريزولف تحوله الى صاحبك حق الشبكيه يتدخل. الانترفيشن شود بي تيكن لو حصل شالو اي سي هايبوتوني ماكيلوباثي او نير كيسينج كوريدال اتاتشمنت سبريد، يعني قد خلص الكوريدال اتاتشمنت كيسينج لازم تحول على طول يعمل ايفاكيويشن. الهيفيما مش بس في حاله النيفاسكولار جلوكوما، هيفيما ميوكير فولوينج البروسيجر برفورمد اون ايز وذ نيفاسكولار جلوكوما سين ليس كومنلي ناو وذ ذا بري اوبراتيف يوز اوف انتي فاسكولار اندوثيريال جروث فاكتور ايجنتس. حتى في التراب العادي مش لازم في الفالف، تجي انت يكون عندك وريد تعمل لك كوتري وفاكر ان الامور تمام وتغلق، تجي ثاني يوم تلاقي هذا الصوره حتى في التراب الكويت العادي ما تعرفش منين جاي لك. سكرير برفريشن يعني نادر جدا، لكن يحصل للنون سكيلد سيرجنز، او لو واحد او لو العكس لو واحد عنده يعني اوفر كونفيدنس ويدخل يعمل سكرير برفريشن از ا رير كومبليكيشن ديورينج انكرج اوف ذا بليت تو ذا سكليرا. الكير مست بي تيكن ان اوفثالميك ايز بالذات لان السكليرا بتكون ضعيفه اند ايز وذ كولاجين فاسكولار ديزيزز فين سكليرا. Migration expansion of the plate. The migration usually result from placing the plate too anteriorly. في برضو زي ما قلنا overconfidence، بعض الناس ما يعملوش الماركر، يجي المفروض 8 to 10 millimeter يجي يعملك قبل بعد وفاكر الأمور يعني هكذا، يلاقي على طول migration خرج. ما بش طبعا pointer، كنت أشاوركم على الأماكن الخروج. Intraocular pressure increase and excessive capsular fibrosis. Hypertensive phase after glaucoma drainage implantation is quite common and has frequently described in patients with Ahmed valve. Typically, this phase peaks at 1 or 2 months postoperatively and resolves within 6 months. في كلام عن الهايبرتنسيف فيز، لكن اليوم في محاضرة كاملة من دكتورة عندنا من الهند إن شاء الله تشرح الهايبرتنسيف فيز باستفاضة وعلاجها. هذه برضو تبع الهايبرتنسيف ستيت، لكن ليت انتروكل بريجر انكريز is the main cause. هذه المين كوز of long-term failure of Ahmed glaucoma valve. Surgery. لو الانكبسوليشن اوف ذا بليت از ايفيدنت نيدلينج ريفيجن اوف ذا بليت مي بي اتمتد، احيانا تحاول تعمل الريفيجن هذا محاول انك تفك او تقلل البريجر وذ ايم اوف ريديوسينج الاوت فلو ريزيستنس تخفف الريزيستنس. ان انكبسوليتد بليت از ريكوجنايزبل از ا بليت ذات هاز بين وولد اوف باي ذا تينوس كبسول ريزلتنج ان ريجيد اليفيشن اوف ذا موبايل كونجكتيفال تيجو. لو الميديكال ثيرابي والنيدلينج ريفيجن نوت سكسسفول للاسف لازم سيرجيكال ريفيجن. نفس السؤال اللي سالته للدكتوره، ممكن في كوادرنت اخر. A tube exposure, well-known complication. Erosion of the conjunctiva and the covering patch graft has been described in late postoperative period من 2-7% of eyes after implantation of glaucoma devices with regard to Ahmed valve frequency of tube exposure varies من 5-14%، وهذه نسبة للأسف مش قليلة. A tube exposure ممكن can lead to تعمل لك inflammation, hypotony or poor vision وفي very very rare cases يحصل physis. And most of all, tube exposure represent major risk factor for development of latent endophthalmitis as the exposed tube provide a way for microorganisms to migrate into the eye from ocular surface and conjunctiva. Although the covering of the tube with a patch graft material has markedly reduced the rate of tube exposure, like no significant difference in patch graft survival has been found when sclera dura and pericardium were compared. ممكن نمشي هذه. In a report by the American Academy suggests that the observation of loss of طبعا هذه مريض ما يجي لكش في وقت هذا، يعني انت بتحب لو شفت الكونجكتيف الكابيلاريز فوق التيوب حصل في اللوس 1 to 3 مليمتر من الكوريو سكليرا جنكشن تعرف ان هذه قد impending erosion، لكن طبعا صعب خصوصا في اليمن المريض يجي لك في هذه المرحله. Before exposure of the tube, repatching can be accomplished in these cases by redissection من the posterior aspect of the patch and placement of a new patch. Ideally, donor preserved sclera under intact conjunctiva. لو الاكسبوجر اوف ذا تيوب از اوريدي بريزنت سيرجيكال ريبيرنج مي بي مور ديفيكلت، ان لم يكن خلاص ما ينفعش. طبعا برضو ما فيش بوينتر نوريكم الايروجنز حقها، لكن ممكن تشوفها خرجت من هنا وهذيك تحت الكونجكتيفا والكابريز مش موجوده فوقها. هذه افتر سيفير بلانت تروما، طبعا اي تروما خصوصا في الاطفال ممكن تلاقي التيوب خرج اساسا من الاي سي. في المالجنت جلوكوما ديسكرايب فيرست باي فون جريفز في الـ 1869 كاركترايزد باي الفيتد انتروكلو بريجر وذ اشالو اور فلات انتيرو تشامبر يوجوالي كير فولوينج الاوكيلر سيرجي. اي اوكيلر سيرجي في الجلوكوما اذر نيمز زي الايكوس ميس دايركشن وستلي بلوك جلوكوما واللينز بلوك انجل كلوجر. طبعا 2 to 4 of the eyes undergoing surgery of angle
كلوجر طبعا زياده في الانجل كلوجر او بتحصل ممكن اورز يعني في نفس اليوم يجي لك في نفس اليوم المساء وعند مريجنت جلوكوما بعد العمليه تو دايز تو ييرز افتر ياتروجينيك كوزز ساتش از ترابيكليكتومي او كاتريك اكستراكشن ويذ اور ويذاوت اي ويل امبلانتيشن والجلوكوما درينج امبلانتيشن الليزر كابسولوتومي تلاقوا كثير من الحالات حاجات انتم ما تتوقعوش ممكن يحصل فيها حتى الميوتيك ثيرابي ممكن تعمل لك مريجنت جلوكوما. And women are three times more likely than men to develop malignant glaucoma, possibly because they have a smaller mean axial length than men. طبعا هذه is very shallow anterior chamber. أتلاقي very hard eye, intraocular pressure عالي جدا. طبعا الحلول يعني ممكن توصل إلى vitrectomy لو ما نفعش الهيولويد والياك هيولويد والدروبس وال يعني تحول على الشبكية في الأخير يعمل لك vitrectomy وقد ينجح وقد ما ينجحش. الكورنيال كومبليكيشنز presence of silicon tube في الاي سي طبعا داخل الاي سي is known to disturb the corneal endothelium and may induce corneal decompensation. الميكانيزم مش بس الاغلب يفتكر انه بس التاتش تاتش حق التيوب مع الكورنيا لا ممكن انكلود لو حصل انفلاميشن اي سي انفلاميشن انترميتنت تيوب كورنيال تاتش التيوب ايفر تاتش ممكن فوري بودي رياكشن للسيليكون تيوب كلها بوتنشال ميكانيزم اوف ذا اندوثيليال دامج ان ذيس بيشنتس. However, factor independent of tube existence in the AC may contribute to corneal decompensation. A high intraocular pressure, a long duration of elevated intraocular pressure قبل السيرجري يعني واحد انت عملت لي الان قد لفترة طويلة الانتراوكلر بريشر عالي وما قدرش تنزله. Toxicity of eye drops preservatives, a duration of the surgery جلس فترة طويلة and change في composition of aqueous humor كل هذه ممكن تعمل endothelial cell function defect to take apart in corneal decompensation. مش بس التاتش كل الناس معتقدين انه التاتش هذا يعمل corneal decompensation لا في حاجات كثير تفكر فيها. طبعا برضه ما بش بوينتر لكن ممكن تكون ديفيوز ممكن تكون في الصوره الرابعه هذاك على اليمين لوكالايز مع التاتش حق الايش حق الكورنيا وللاسف الشديد واحد دخلت يعني تحاول تنقذ لها العين عشان تعمل له يعني ريديوس في الانتراكر بريشر وتلفيده يعني في حاله الجلوكوما تدخل في الديكومبوزيشن تنتهي في الصوره دي تحت هذه انك تعمل له بنتريتين كيراتوبلاستي. طبعا الله لا يورينا ولا يريكم الانفكشن والاندوفثال